طب انا دلوقتي اما هي مهنه ما بتدخلش فلوس، ما بتدخلش فلوس و فيها تعب واقفه كتير، ايوه، وبتمرن وبشتري بدل ومش مكوى بقى وسبلمنتس وبروتينات وحاجات وبتشتغلها ليه؟ عشان احسن دخلي انا شخصيا، عشان احسن دخلي. بتشتغل حاجتين؟ اوريدي ثلاث حاجات كمان، مش حاجتين بس. ايه ثلاث حاجات؟ يعني انا حاليا الحمد لله ربنا كرمني وعندي جيم صغير كده على قدي، تمام. بس الصبح شغال مع راجل اعمال، تمام، تبع الشركه طبعا، موظفاني. بس بخلص الشفت بتاعي برجع على الجيم بتاعي. وانت درست اصلا حاجه؟ يس، انا معايا دكتوراه في الاناتومي ومعايا دكتوراه في التاهيل والعلاج الطبيعي. دكتوراه في التشريح، معاك دكتوراه في التشريح، بتشتغل البودي جارد ليه؟ عشان احسن دخلي زي ما قلت لحضرتك. لكن ما بتشتغلش اصلا خالص في المهنه الثانيه؟ حسب الشغل بتاعي، يعني انا اوريدي مدرب كمال اجسام، تمام، متوثق في الاتحاد المصري، تمام. يس، بس دكتوراه في التشريح وموثق في الاتحاد المصري لكمال الاجسام، بتوقفوا في حفله؟ احنا الحمد لله كلنا ايه 90% منهم مؤهلات عليا. يعني في الشباب دول محاميين، وفي شباب محاسبين، وفي شباب المحاميين والمحاسبين بيشتغلوا ليه كده؟ على فكره انا مش بقلل من المهنه خالص، بالعكس انا بقول ان في اماكن بدون الناس دي انتوا ما بتحسوش بقيمتهم او باهميتهم، ولكن من غيرهم في اماكن كتير جدا صعب التنظيم. طبعا الامن والامان ده للضباط ووزاره الداخليه، ودي قصه ثانيه خالص، ولكن للتنظيم اكيد، ان حد ما يجيش جنب مطرب، ان حد ما يعاكسش حد، ان حد ما يضايقش حد في مكان في ايفنت، ان زي ما بتقول في رجال اعمال وفي ناس فنانين ممكن يكون بيتضايقوا في تصوير، ممكن حد يهجم عليهم، وده الموضوع بالنسبه لهم بيبقى حساس جدا. يعني بين ان انت تعمل معادله ان انت تطبطب على الجمهور وتعمل عشان النجم ده دي في وقت من الاوقات كانت نقمه يقول لك يا عم ده ماشيه بثلاثه بادي جارد، وكانها يعني نقمه او حاجه طب افرضي ان انا ماشيه وعايزه يعني ما حدش يضايقني، او رايحه حته زحمه قوي ومحتاجه ان ما فيش حد مثلا يفضل يشدني، او الزحمه الكتير قوي ممكن تموت على فكره. فانا مش عارفه هي بيبقى عيب ليه ان حد مشهور يمشي بادي جارد، ليه الناس ما بتتقبلهاش بادي جارد؟ يعني ممكن يكون النجم من النجوم او اغلب النجوم الموجودين بيجوا في الحفلات ما همشوا بادي جارد، المكان بيوفر له الجزئيه دي من والى، من عربيته للستيج. في الجزئيه دي او في المسافه دي طبعا بيبقى فيه ناس يعني من الجمهور صعب شويه اللي بيبقى، وفي ناس لا اللي بقول ليه لما بنشوف حد ماشي ورا بادي جارد بنتخيل ان دي مرياسه او قلاطه او غرور. طب ما يمكن فعلا هو محتاج لسلامته الشخصيه ان يبقى معاه حد. ايه المشكله في كده؟ لو كشركه وجاي لي القصه دي، حضرتك مين وعايزه ليه؟ محتاجه ليه؟ وايه في ناس بتعملها منظره، ومن ثم في ناس بتعملها منظره، ومن ثم ببدا اخطر الاسم بتاع الدايره الموجوده. انا كشركه مكلف بتامين فلان الفلاني، وده بطاقه فلان الفلاني الحد اللي عندي ده، بعد ما انا اطمنت ان هو عايزه لاهداف معينه، ما عندوش شبهات او عنده مشاكل قانونيه، حرصا على اسم شركتي وحرصا على سلامه الراجل اللي معايا. طب انا عايزه امشي على واحد واحد كده يقول لي اسمه ودرس ايه او بيدرس ايه، او لو ما درسش وبيشتغل حاجه تانية ولا لا. تمام، حميد قاسم، معايا دبلوم تجاره، بدأ شغال في شركه امن ومع الحراسات الخاصه، الاثنين مع بعض بالظبط. طب حلو. مصطفى روح، بكالوريوس تجارة وشغال الصبح في جامعة خاصة، معايا بكالوريوس تجارة قسم محاسبة. بتشتغل في جامعة خاصة برضه الشغلانات دي؟ برضه مظبوط. طب وبكالوريوس تجارة ما فكرتش تشتغل في بنك؟ ما فكرتش تشتغل في كده؟ الفرص دي بتبقى صعبة شوية يعني. بتبقى صعب؟ أكيد طبعا. محمد الوكيل، بص لي بيخوفني. إيه ده بيخوفني؟ أنا محمد الوكيل، دارس كمبيوتر ساينس، شغال ثابت في الشركه. كمبيوتر ساينس طلع عينك في المذاكره، لازمتها ايه؟ انا الفكره ان انا حابب المجال الشغل، كنت نفسي ادخل شرطه ما حصلش نصيب، بس فالمجال اللي انا فيه هوايه مش اكتر، ان انا حابب الموضوع وبطور من نفسي فيه مش اكتر.
بس شغال ثابت في الشركة وشغال برضو مع رجل أعمال ثابت الصبح بناء على العقد معمول مع الشركة. بعد كده لو في بقى مشاوير تانية برايفت برا تمام. هاي ضحى هشام بكالوريوس تجارة عمارة الكهرباء، شغال ثابت برضو مع كابتن محمد، ولو في برضو شغل تاني برا بطلع. عبد الله جمال بكالوريوس تجارة، شغال مع كابتن محمد. كلكم بكالوريوس تجارة؟ تمام. شغال مع كابتن محمد ثابت في الشركة، وبيبقى عندي شغل تاني برايفت بعد كده. اسمي حسن سعيد، مع تفني شغال مع كابتن محمد برضك في الشركة، وبنطلع شغل برضك برايفت لو في أي حاجة برا بنطلعها برضك خلال الكابتن محمد. أنا الهواري سياحة وفنادق شعبة سيرفس برضه. طبعا في شغلانات كتير قوي. مش هتبقى أنا ليه مش هتبقى المهنة دي أنا حابب. ممكن برضو وحضرتك أحمد السيد نصر، شرع وقانون تفاهم الأشراف، شغال شريعة وقانون؟ ان شاء الله. شغال مع كابتن محمد وهو حامي يعني. جيم انا واخويا كده. معاك شغل. ان شاء الله. يعني انتوا اخوات وبتلعبوا كمان اجسام؟ ان شاء الله. وسبت المحاماه؟ سبتها بقى، ما تفهم حضرتك فاهمه ايه، بتتركن شويه فاهمه. طب يعني انتوا كله، طب انتوا عارفين بجد، بس محدش يزعل مني، ان مفيش حد متخيل ابدا ابدا ان انتوا تكونوا عندكم مؤهلات عاليه وانتوا اللي مختارين. يعني انتوا ثلاث ارباعكم من اللي انا فهمته كده انكم حابين الحكايه، صح؟ مش مضطرين يعني.